بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم حصة تفاعلية مع سورة الانفطار من الآية العاشرة حتى الآية الخامسة عشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. براء افتح المصحف وركز معاني. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم. غن النور. إن الأبرار لفي نعيم. عبد الملك. إن الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار لفي جحيم. وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين. يصلونها يوم الدين. الآن كلنا نقرأ مع بعض. مع بعض. خلاص؟ يلا. وإن عليكم كراما. ها يا إن ال وإن ال يصلونها. اللي حافظ الآيات من 10-15 حافظهم؟ سلطان حافظهم؟ تفضل. من أول الآية. وإن عليكم. وإن عليكم لحافظين. وإن كراما. طيب ما انت حافظها ده؟ تفضل يا عبد الله. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين. أحسنت. خذ جائزة مازن من أول. وإن عليكم لحافظين. حافظ تفضل اجلس. طيب وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. أحسن. ممتاز. تفضل. من الأول. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار
ممتاز، احصل على جائزة أنت وماجد. تفضل يا بلال. من أول وإن عليكم لحافظين. نعم. حط نجمة. انتظر كده. مين اللي بيتكلم؟ ممنوع الكلام. سن. ياخذ جائزه ونجم. خلاص من عاوز ضوضاء؟ جاهز؟ تفضل. وإن عليكم. وإن عليكم لحافظين. إن كراما. كراما كاتبين. إن كراما كاتبين. يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين. أحسنت. أحسنت. وإن عليكم. وإن عليكم لحافظين. اسمع يا ابني. كرام كاتبين. يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين. أحسنت. من جاهز؟ التاج؟ تفضل. خلاص يا سلطان. وإن عليكم لحافظين. كرم. كراما كاتبين. يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين. رائع. خذ نجمة وجائزة. حافظ يا كرم. حد تاني حافظ؟ طيب الآن لو هتان وضع نجمته. هتان كل اللي سمع بيحط نجمة في مجموعته. خلاص الآن سمع حط نجمة. أشوف النجوم، أشوف المجموعة. أحسن مجموعة فازت مين؟ طيب أنتوا هنا كم واحد سمعوا؟ ثلاثة. ثلاثة بس. أربعة. ليه حاطين نجمة رابعة؟ كان كانت من قبل. طيب من الاستراتيجية السابقة. طيب خلاص. وهنا اثنان. وهنا اثنان. ثلاثة. اثنان فقط اللي سمعوا. أنت سمعت يا براء؟ لا. اثنان فقط. إذن لا كان في نجمة سابقة. المجموعة أيضا التي فازت في القرآن هي مجموعة علي بن أبي طالب. بنحييهم ونقول لهم بارك الله فيكم. نعم. طيب ما هو أربعة شركم. إذن هي مجموعة متميزة. طيب يبقى غير متميزة. المجموعة المتميزة هي التي تشارك أكثر. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.